عبارة بتراء، البتراء اللي هي العمارة في الأردن. شيء غريب جميل جدا، يعني كيف نحت الجبال، لكن أين هم الآن؟ تلك بيوتهم، تلك مساكنهم، أين هم الآن وأين أنتم الآن؟ هكذا الدنيا دول، يوم لك ويوم عليك. هذه كانت دولة وحضارة أبادها الرحمن، فلم يبقى منها إلا آثاره وذكره. انظر كيف نحتوا هذه الجبال، كيف كان جبروتهم وكيف كانت قوتهم عندما نحتوا هذا الجبل وهذا الصخر. انظر إلى كيف عمل هذه بيوتهم في الجبال. هذه أجل لكم والله الحمير والخيل للسياح يركبون فيها بدل أنهم يمشون مشي. إذا من أراد أن يركب يركب، شيء من الخيال والله. طبعا هذا بعد كذلك مبنى، وفي قدامنا المدرج. نروح للآن نشوف المدرج. الظاهر أنه هذا مكان الإعدامات أو مكان اجتماع الدولة. شوف المبنى هذا، هذه بيوتهم وغرف عجيبة هندستها وعجيبة. أنا أشوف هذا تقريبا 1000 سنة قبل الميلاد، يعني لها أكثر من 3000 سنة وهي موجودة الآن وبشكل، وعندهم نظام ري عجيب ونظام صرف صحي عجيب. من ذاك عامل راح وخلاني. أنا الآن متجه للمدرج هذا اللي تشوفونه، هذا مدرج يسمونه، يعني الظاهر انه موقع راح نشوفه من قريب باذن الله. هذاك جو على الجمال الأوروبيين يستأجرونها، بأن المسافة حقيقة طويلة، يعني عندنا أكثر من ساعة وإحنا نمشي داخل هذه المدينة البائدة التي ذهب أهلها وسكانها ولم يبقى منها إلا آثار ذكرى تتلى. أنا أشوف هذول الأوروبيين على الإبل، شوفونهم وجعي وجعك. أتوا تركوا بلادهم وسياراتهم ليركبوا إبلنا العربي. إنهم يرونها حضارة عجيبة غريبة، حضارة بائدة. سبحان الله، والله تستغرب كيف بنوا هذا وكيف أسسوه من آلاف السنين. ما هي الأجهزة وما هي الآلات التي نحتت هذا الصخر؟ هذا من العجائب خلق الله، فلأنها تعد من عجائب الدنيا السبع. اللي ما عندها معلومة، تعد هذه من عجائب الدنيا السبع.